أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من أسئلة. أسئلة اليوم تدور حول الذات، إيقاع السرد والتلقي. حينما نقول سردا فإننا نعني كتابة أدبية تختلف عن الشعر، مع أن القصيدة قابلة لتضمينها حالة تقديم الحالة الشعرية مسرودة. وقدر في السرد كما ورد في الآية الكريمة، أي اجعله على القصد وقدر الحاجة. ووفق التعريف الاصطلاحي فإن السرد هو فعل نقل الحكاية إلى المتلقي، وعبر الزمن جرى تطوير هذا النقل على مستويي المبنى والمعنى، الشكل والمضمون، الرسالة ومحتواها. جرى العرف الأدبي أو النقدي على أن السرد يمتلك طبيعة خاصة ولا نقول خالصة في تقديم الذات، عبر رؤية حكائية عن ذات الكاتب وهو يكتب ذاته، أو عن ذوات آخرين يعيشون بيننا واقعا أو تخيلا. الحكاية القديمة وهي تتخذ شكل القص أو المقامة وصولا إلى أدوات التعبير الإنساني المعاصرة. القصة القصيرة والتي اختزلها البعض إلى مفهوم القصة القصيرة جدا، والرواية. ويجري القول حاليا على أننا نعيش زمن الرواية، وقال بعض النقاد بأنه زمن السرد، أي زمن الحكاية. ما علاقة السرد بالذات وما علاقة الكاتب بالمتلقي؟ إنه في كل أحواله يتماس مع الذات، ذات الكاتب السارد أو ذات الآخر المسرودة. في أسئلة نقترب من حالة السرد العماني، حيث إيقاع السرد عبر المنجز في القصة والرواية وحالة التلقي لهذا المنجز. معنا في الحلقة الجديدة من أسئلة الضيفان العزيزان الدكتورة عزيزة بنت عبدالله الطاي، وهي كاتبة ولها اشتغالات بأدب الطفل وكاتبة رواية أيضا، والأستاذ يعقوب الخنبشي روائي وكاتب، وهو أيضا ناشط في مجال العمل الثقافي، عضو مجلس إدارة في نادي الثقافي وأيضا في جمعية الكتاب. مرحبا بكم أيها الصديقان في حلقة الذات لهذا اليوم. سؤالنا الأول سيكون نقديا أكثر، بكون الدكتورة عزيزة الطائي ما زالت طروحاتها في الدكتورة والتي نباركها لها هذا الإنجاز العلمي والأدبي. ما هو التعريف الأكثر قربا أو الأكثر معاصرة لهذه المفردة، مفردة السرد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخي محمد على استضافتك لنا في هذا البرنامج الحي، وفي موضوع ربما فيه من العمق في النظريات السردية الآن، وهو حضور الذات في العمل السردي. طبعا السرد هو عبارة عن كما يقول جيرار جينيت، وهو المنظر الأول في النقد الحديث للسرد الحديث، أن السرد أي عمل سردي هو عبارة عن حكاية، وهي القصة والخطاب وهو التلفظ، والسرد وهو يعني النثرية التي يسير عليها العمل الأدبي. طالما أن هناك هذه العوامل الثلاثة فنقول بأن هذا عملا سرديا، ولكن تحت أي نوع ممكن أن ندرج هذا العمل السردي، أو نصنفها، أو تحت أي جنس من الأجناس السردية ممكن لنا أن نضع هذا العمل السردي؟ هنا نضع علامة الاستفهام. ولماذا هذه علامة الاستفهام إذا كانت النظريات النقدية واضحة؟ يعني لأن النظرات، هل تم اشتغال على مفهوم السرد بطريقة مختلفة عن الشعر؟ نعم، لأن النظريات النقدية السردية باتت تتشكل بحكم التطور الذي يحدث داخل العمل السردي، العمل الإبداعي ككل. نعم. يعني فإذا يعني نستطيع القول أن النقد يأتي تابعا للحالة الإبداعية، وعندما نقول السرد الحديث فإنه يلزمنا أيضا أدوات نقدية حديثة لتفنيد هذه الحالة الإبداعية الجديدة. نعم، حتى في القصيدة هنا قصيدة نثرية، وهنا قصيدة الشعر الحر، هذا كله من يعني عوامل التطور يعني التي يعني ارتقى بها الكاتب. لا نقول بأنه تراجع
هذا الكاتب حينما مثلا طور بنية القصيدة، وإنما طور بنية القصيدة كذلك، كذلك السرد في حالة من التطور والنماء والسير وهكذا دواليه. لكن إذا القصة أو المقامة أو حتى الأعمال الروائية التي تحسب على السرد موجودة كانت منذ القدم بجوار الشعر، فما الذي تغير لنقول أن هناك أيضا حالة سردية مغايرة الآن؟ هل دخول القصة القصيرة جدا مثلا هو سرد الذات؟ هي البنية السردية تغيرت نظرا لما حدث من تطور، وهناك اختلاف يعني حتى في ظهور القصة القصيرة جدا. هناك من يرى أنها أصلا هي من الإرث القديم من النادرة والطرفة، وهناك بعض النقاد يختلفون في ذلك، يقولون لا هي بنية جديدة بناء على يعني التكنولوجيا الحديثة وتطور العصر الحديث وتسارعه، ظهر ما يسمى بالقصة القصيرة جدا. وطبعا هناك لها رواد في الغرب منهم تشيخوف وما يعني وكثير نعم اسماء كثيره. الاستاذ يعقوب ناتي اليك. انا دعني اقترب قليلا من مفهوم السرد لابسط للاخوه المشاهدين، ربما هي من وجهه نظري انه لكل واحد منا يمتلك حكايه ويمتلك قصه، وبالتالي انه هو هذه الحكايه تظهر من فتره معينه وتختلف من شخص لاخر وفق محددات الزمن، وفق محددات الحياه، وفق محددات المكان الذي تعيش فيه. وبالتالي انه هذه الحكايه يستطيع الكاتب انه يوصلها للجمهور او للقارئ على شكل سرد او على شكل قصه او على شكل شعر او الى ما اخره من الاجناس الادبيه. اذا هي في الاساس هي حاله انسانيه عامه، ولكن هنا النقطه من يستطيع ان يحولها الى كتابه. فالكاتب هنا هو السرد الحقيقي أولا في القصة القصيرة، في الرواية يضع هذا المركب السردي على لسان أبطال شخصياته. نعم، ربما أيضا يعني هنا تختلف أدوات الكتابة من شخص لآخر حسب المنهج وحسب الطريقة التي يكتب هو فيها، وبالتالي يستطيع إيصال هذه القصة وهذا الحدث إلى المتلقي عبر هذا النمط. أنت ككاتب أيضا، يعني أنا يمكن الدكتورة كاتبة وناقدة وأنت أيضا كاتب، وروائي صدرت لك الآن روايتك الأخيرة عودة الثائر، وهذه من الروايات التي سيكون لها إن شاء الله يعني بعد آخر في المنجز السردي العماني. أين تضع المنجز السردي العماني؟ بمعنى آخر يعني كيف تقيم دخول الذات السردة في الرواية العمانية أو في السرد العماني؟ أنا حقيقة أنا لست ناقدا عشان كي أضع السرد العماني بصفة عامة، ولكن كمتابع أنا أقول دائما أنه السرد العماني يخطو بخطوات واسعة ووثيقة، ودائما أردد في أكثر من مناسبة أقول أن مستقبل السرد ربما إن لم يكن على مستوى العالم العربي أيضا على المستوى الخليجي، السرد العماني له مكانة مستقبلية، بدأ وضع أقدامه الصحيحة، وفي هناك أعمال سردية مختلفة لها قيمتها، التفت إليها النقاد، ربما لأنه هناك عدة عوامل، منها هي عمان اسمها التاريخي والأدبي وأيضا حاضرها، هي أيضا له مكانة في هذا الجانب. نعم. إذا نعود بالسؤال إلى الناقدة عزيزة الطائي، تاريخ السرد في عمان هل بدأ فعلا في مرحلة السبعينات أم كان سابقا؟ ما ملامح الفارق بين الزمنين، السرد ما قبل المرحلة الحديثة التي نعيشها على يد الكتابات الكلاسيكية الكتابات التقليدية، ووصولا إلى ما نسميه الآن القصة قصيرة جدا؟ السرد في عمان على ما أعتقد هو ليس جديدا، وإنما له تاريخ قديم،
والدلالة على ذلك هي السير الفقهية التي كتب فيها كثير من العلماء العمانيين، يعني على سبيل المثال السيرة الغيرية، يعني كانت متواجدة وكان هناك اهتمام كثير للفقهاء العمانيين. أما بالنسبة ل يعني السردة، يعني دائما نحن نتذكر قصيدة فتاة نزوة، هي قصيدة ولكن بها طابع سردي يعني جميل يمكن المتلقي من سبر أغوار هذه القصة المبدعة، وكيف استطاع هذا الشاعر المجهول أن يكون لنا سردا قصصيا إيقاعيا شعريا. كذلك هناك على حد يعني أنا أستند طبعا هنا على يعني على دراسة الدكتور محسن الكندي حينما قال بأن رواية الأحلام هي أول رواية عمانية، وهي كذلك لكاتب مجهول، وهي تعود إلى عام 1939. يعني هنا يعني يبدأ تاريخ السرد التخييلي العماني. أما من ناحية التطور وكيف تطورت يعني بنية أو مسار السرد العماني، طبعا تطور كثيرا، يعني من البدايات إذا كنا نعد بأن رواية الأحلام هي أول رواية عمانية، ثم جاءت رواية ملائكة الجبل الأخضر التي نحت المنحى الخطابي، يعني هي تفتقد إلى كثير من فنيات الرواية اليوم، ولكنها هي باعتبارها رواية رائدة بها كذلك من الأسس. يعني هذا جاءت بعد ذلك التي نسميها مرحلة التأسيس، التي بدأ بها مثل يعني كثير من الأسماء ظهرت في مرحلة التأسيس، نعم، مثل بدرية الشحي، سعود المظفر، سيف السعدي، ويعني هناك بعض الأسماء. نجد في مرحلة التطور حضور كتابات يعني روائية جادة سعت أن تثبت أقدام مسار السرد الروائي، إلى جانب طبعا نحن لو تكلمنا عن مغاليق السرد العماني، يعني كما ذكر أستاذ يعقوب بأن الكاتب العماني أنا أراه كاتبا من وجهة نظر المتواضعة طبعا، بأنه كاتبا جادا بالفعل، وكاتبا محبا لقلمه، وحريصا كذلك على أن ينوع في مناحي ومسارات وأنواع السرد. يعني هو يخوض، والآن نجد حتى في هذا العصر، يعني في السنوات الأخيرة، أن الكاتب يكتب ويريد أن يكتب، وهناك منجز واضح يعني، نعم، في هذا الجانب، حتى وإن لم يجنس على الغلاف مشروعه الكتابي السردي، ولكنه هو يحاول أن يغامر، وهذا أنا أعتبره بأن يعني مغامرة الكتابة بحد ذاتها وحبه لهذه المغامرة هو بحد ذاته إنجاز للكاتب. رواية الأحلام اللي تكلمت عنها، نعم، يعني هذه ما زال المؤلف مكفول، نعم، ولكن الحكاية أين؟ هي في زنجبار، وهي حكاية رومانسية، وفاز فيها الكاتب على مستوى هذا جائزة في جمهورية مصر العربية، ولكن حتى الآن لم نعرف من كتب هذه الرواية، وهي رواية قصيرة جدا، يعني ما يميز هذه الرواية يعني هي صفحاتها قليلة، ولكن ما يعني ما يميز هذه الرواية هي أن بنيتها روائية، يعني كناحية فنية، نعم، كناحية، وأنها تتكون من 7 فصول، يعني هو حددها، ولو حتى وإن كان الفصل يتكون من صفحة أو صفحة ونصف، ولكن هو يعني في مشروعه الذي قدمه هذا الكاتب قدم مشروع شبه روائي، بمعنى آخر أستاذ يعقوب أن تبدأ أو يبدأ المشروع السردي العماني متكون من الأحلام لكاتب مجهول، ربما هو أيضا نقول هذا الجانب أيضا المتخيل له دور في
في سرد الحكايه. ايضا اضافه الى ما ذكرت الدكتوره عزيزه، ايضا ربما هناك جانب اخر، مسألة الحكاية الشفهية المتناقلة التي ربما لم تحظى أيضا بمسألة التدوين، وربما تناقلت عبر الجلسات والمجالس العمانية، والتي ربما لها أيضا صدى كبير في المجتمع. أيضا الكتابات الأخرى في مثل الرسائل المتبادلة التي تحكي حكايات عمانية قديمة ولها تاريخ ولها جذور تمتد إلى أزمنة مختلفة تماما. هل تعتقد أن السرد العماني قدم الشخصية العمانية بواقعية؟ أنا ربما أقول إنه اقترب كثيرا منه. فالشخصية العمانية من وجهة نظري هي شخصية عبر التاريخ عصامية غير صدامية، لها حضور قوي، استطاع الكاتب العماني عبر تاريخه أيضا أن يحدد هذه الملامح الشخصية العمانية في كثير من الأعمال السردية. يعني لو مثلا نلاحظ روايات أو الأعمال السردية الأولى التي قدمها الأستاذ عبد الله الطائي والد الدكتورة عزيزة، ملائكة الجبل الأخضر وغيرها من والشراع الكبير، ثم مرحلة حمد البلال وسعود المظفر وحمد رشيد في فترة مبكرة من العصر الحديث، وصولا إلى جيل الثمانينات. كان هناك الشخصية العمانية دائما هي شخصية البحار، شخصية المحارب، شخصية المناضل، شخصية المهاجر في كثير من الأحيان. كيف أثر المهجر دكتورة عزيزة على في تلك المرحلة على السرد العماني؟ المهجر خاصة العمانيين هاجروا إلى أصقاع. من أي جانب كيف أثر المهجر؟ يعني هل من جانب طرح الثيمات على الجانبين؟ طبعا هناك لابد من تأثير، ولا ننسى بأن الكاتب العماني وثيق الصلة وهو مأزوم بواقعه كثيرا. يعني لو عدنا إلى روايات عبد الله الطائي نجد بأن الكاتب مأزوم يعني متأزم، يعني حتى في الشراع الكبير هو يريد أن يثبت بأن هذه البلاد لها إرث تاريخي، لها حضور تاريخي. كذلك في ملائكة الجبل الأخضر يريد أن يقول بأن هذا الوطن العماني المنسي الذي تشتت يعني ناسه يحمل هما وطنيا أينما حل وأينما حتى الكتاب الذين تأثروا بالثيمات هذه التي هي الثيمة التاريخية نجد حتى الآن. يعني مثلا حوض الشهوات لمحمد اليحيائي صدرت العام الماضي، ولكنها هي الثيمة الأساسية بها تحكي عن تشكل تاريخي وتتلاقى بصيغة ما مع ملائكة الجبل الأخضر تتلاقى. أما مثلا رواية يعني أنت سألت عن كيف حضور كذلك الواقع يعني نجد بأن كثير من الكتاب الذين أخلصوا للكتابة السردية، أنا أتحدث عن الكتاب الذين أو المؤلفين، يعني أنا أفضل أني أقول مؤلف لأن المؤلف يبدع، أما الكاتب ممكن أنه يكتب في أي مسار. كثير من المؤلفين العمانيين أو الساردين العمانيين أخلصوا، منهم عبد العزيز الفارسي. لو نأتي لكتابات عبد الله الفارسي، عبد العزيز الفارسي مأزوم بالقرية، يحمل هم قرية شناص بحد ذاتها. لماذا نقول دائما مأزوم وهم؟ لماذا نقول سرد؟ لأن الشخصية دائما الشخصية الروائية الحقة، ونحن نتكلم من الجانب الواقعي، لابد أنني أنا أنظر بعين، عين الرائي تكون تلك العين الشاخصة التي تلتقط بكاميرا يعني ثاقبة الأحياء أو الشخصيات المهمشة، الشخصيات المحبطة، وهكذا يفعل عبد العزيز الفارسي. كذلك مثلا محمد سيف الرحبي في مثلا رواياته يدخل قعر المجتمع،
في قاع المجرح. بس لماذا المعاناة المدينة فقط؟ المعاناة فقط، الهم، المعاناة، لماذا هذا والإحباط، المأزوم؟ أنا خليني أسأل الأستاذ يعقوب عن هذه المصطلحات ككاتب، هل ترى هي الوحيدة بس اللي فقط التي تحفزك للكتابة؟ لا، خاصة في عودة الثائر أو في الكرسي، قصة الكرسي. نعم، ربما هي يعني دائما إن الكتابة تخرج من واقع معاناة، من واقع. إذا الإنسان سعيد لا يستطيع أن يكتب؟ يستطيع يكتب، ولكن هنا يعني ربما تكون الدافعية ذاك الحس الرهيف في مسألة المعاناة، تظهر جمالياتها دائما في نقل الحزن، في نقل الحزن أكثر 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 محببة. يعني هي مجرد شعور دائما ما يخالج الإنسان أنه يستطيع يوصل الفكرة أكثر. نعم. عكس الفرح، ربما الفرح يكون دائما وقتي ولو سعة معينة من من لكن الحزم ربما يمتد لكثير من الواقع ويمتد لعشرات السنين أحيانا. هذا ما أرى يعني. لكن لما نتكلم عن سرد الواقع، نعم، الواقع يعني شخصياته متنوعة متعددة، فيها جميع الألوان، ألوان الطيف، سواء بينها الكئيب أو الأسود أو وصولا إلى اللون الأبيض. فلماذا مثلا هذا التركيز من الكاتب العماني على هذا النمط من الكتابات؟ يعني مثلا لنفترض أن أعمال السردية مثلا نجيب محفوظ، كانت تحكي تاريخ بغض النظر إن هناك أزمات أو إن شيء آخر. في الحب في زمن الكوليرا لماركيز أيضا كانت تتحدث عن حكاية حب جميلة، ويعود الرجل الكبير في السن ليعزف على الناي تحت نافذة حبيبته. هناك معنى الإنساني الجميل القادر على إيصال الرسالة بصورة أيضا تتوازى مع مفهوم الحزن. أم أن حسب ما يقال أن الحزن هو النار التي توضع على الذهب فتجلوه؟ أنا أسأل دائما عن عودة الثائر، عن الجانب التاريخي، السرد التاريخي، لأننا تحدثنا مع ملائكة الجبل الأخضر. ربما أنا أيضا أنا ربما في عودة الثائر أنا انتبهت لهذه الأشياء وحاولت أن أيضا أظهر جانب من ملامح الفرح بقدر ما هو أيضا لا أريد أيضا أنا سرد الفرح. يعني سرد الفرح مهم. أنا أرجع عزيز سرد الفرح. حياة الإنسان هي حياة ممتدة مثل ما أنت ذكرت، فيها من وقفات الفرح وفيها من وقفات الحزن، ما هو جدير أنه الإنسان يلتفت له دائما. ولكن السرد بطبيعته دائما السرد يميل أو يتجه كثيرا إلى يعني إلى الجانب الحزني، حتى في القصائد في الشعر أكثر تبقى هي، ربما نقول إن القصائد اللي من هذا النوع ربما تبقى هي أكثر إيجابا وأكثر قبولا وأكثر حضورا لدى الآخرين أيضا. ويمكن ربما لأن صخونة المشاعر تكون أكثر تتجلى في الحزن أو في أخرى. نعم. أعزائي المشاهدين، وقفة مع فاصل ونعود مع أسئلة. أعزائي المشاهدين، عودة مرة أخرى مع أسئلة. وسؤالنا التالي لدكتورة عزيزة الطائي عن تعدد الذات الساردة في السرد العماني،
بين المخاطب، بين لغة التخفي الأخرى، بين تقنيات السردية التي تستخدم في الكتابة العمانية خاصة على المستوى السردي. يعني قصد أنا أفهم إن ما هي أنواع السرد؟ أنواع السرد هذا ما فهمت. نعم، نفس السؤال. طبعا يعني الكاتب العماني حتى لو كان هناك يعني أعمال قليلة في الجنس السردي، إلا أنا يعني دائما يعني أريد أن أكرر هذه العبارة بأن المؤلف العماني مغامر، وأنا أحب أريد أمثلة على هذه المغامرات، أحب هذه المغامرة بين صيغة الأنا صيغة المخاطب صيغة لأننا لو نظرنا للكتابات العمانية منذ نشأتها، إذا تجاوزنا يعني جميع السنوات وقلنا بأن 1965 هو أول عمل سردي، نجد هذا يعني نمشي وكأننا أمام نهر ما منذ بداية الثمانينيات. كتب خاض الكاتب العماني يعني حتى في الريادة نجد بأن كتب في اليوميات، كتب في المذكرات، كتب الرواية، كتب القصة، هذه الريادة. الريادة لدينا حضور أنواع من السرد امتد في مرحلة التأسيس، نجد كذلك نوع كتب في الرواية يعني الكاتب العماني كتب كذلك في القصة القصيرة ونوع في ثيمات هذه القصة حتى وإن ركز على الواقع المعيشي الذي يعيشه المجتمع. في مرحلة التطور نأتي نرى بأن هناك مغامرات جادة خاضها الكاتب العماني، نجد اليوميات، لكننا نريد أمثلة. نعم، اليوميات يعني النسيف الرحبي، يعني مثلا البداية طبعا عبد الله الطائي. في كتابات الذات. نجد سيف الرحبي، نجد عبد الله حبيب. يعني سيف الرحبي كتب محكي طفولة وكتب كذلك يوميات. محمد سيف الرحبي كتب محكي طفولة وعبد الله حبيب كتب كذلك اليوميات وجميعها. والآن امتدت الأنواع لتشمل اللي هو ما بين المتخيل وما بين الذاتي، اللي هي التخيل الذاتي كتب فيها الكاتب العماني. كتب كذلك الرواية السير ذاتية، كتب سير ذاتية الرواية، صح هي أعمال قليلة. محمد العريمي مثلا، محمد العريمي كتب تخيل ذاتي بين الصحراء وكتب سيرة يعني ترجم لي حالة الحادثة، مذاق الصبر، نعم، وحز القيد، هي كلها في. لكن إلى الآن لم نجد في السرد العماني سيرة حياة. يعني أحمد سويدان البلوشي كتب تجربته في الاتصالات، لكن لم يقدم لنا حتى الآن كاتب عماني سيرة ممتدة. أنت تتكلمي عن الكاتب الآن. نعم، لكن هناك شخصيات مثلا كتبوا سيرتهم. سيرة متكاملة لا نجد. نجد أنواع، نعم، بس نجد أنواع من الكتابات الذاتية حتى وإن كتبت بلغة غير، يعني مثلا عندنا تيب وتيب التي ترجمها الدكتور محمد المحروقي، ونجد مذكرات السيدة سالمة كذلك والتي طبعا ترجمت إلى أكثر من هذا لغة. ولكن حتى هاتين السيرتين التي كتبتا بلغة غير اللغة العربية وترجمتا لم تكن سير ممتدة، يعني من البداية وحتى مثلا يعني فيها رؤية شاملة لحياة يعني السارد، لحياة السارد. ولكن نجد هناك، وربما هذا يعني يتطلب طول عمر نوعا ما، لأن من يفكر أن يكتب يعني سيرته بشمولية نوعا ما هو يعني الله مد نوعا ما في عمره. ولكن نجد أيضا ربما عطفا على كلام الدكتورة، هي في مسألة كتابة السردية أو كتابة الذات والسيرة الذاتية، أنا أقول أن هناك ربما ثلاثة عوامل ما زالت يعيشها الكاتب العماني
أو الكاتب الخليجي أو العربي بصفة عامة من هذه المحددات الثلاثة، أنه يخاف دائما الكاتب أن يقترب من سيرته الذاتية بكل ما هو، وأن يبوح في مجتمعاتنا العربية، أن يبوح بكل سواء بالإيجابيات أو السلبيات وفق العامل المهم، وهو ربما يقف في وجهه الرقيب الاجتماعي. فإحنا مجتمعات شرقية ومجتمعات خليجية ومجتمع عماني لا تتحمل البوح، يعني لا تتحمل، وبالتالي إنه 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 هذا الجانب يقف عائقا آخر يعني أيضا في كتابة السيرة الذاتية. الجانب الآخر أيضا هو أيضا المعوق الآخر هو الجانب الديني أو الرقيب الديني، وأيضا الرقيب السياسي الذي لا يترك أيضا مجالا للسيرة الذاتية أنها تظهر بالشكل المرضي في المجتمعات الخليجية. ولكن نجد يعني عفوا أقطع كلامك، نجد في كتابات الذات العمانية، طبعا أنا أتفق معك أنه هناك لابد أن تكون في نوع من الحميمية، في نوع من الصدق، في نوع من التشظي، في نوع من الصدق بين السارد وبين القارئ. نجد ذلك موجود في الكتابات، يعني لو نحن فتحنا يوميات سيف الرحبي نجد ما لا يصعب أن يقوله، نجد كذلك عند عبد الله حبيب في يومياته ما يصعب أن يقوله الشخص عن نفسه والحالات التي مر بها من أمراض وما إلى حتى في مذكرات، لكن ليست بأدب الكشف. لا في يعني احنا نتحدث عن الكشف، فيها نوع من الكشف وهذه ميزة، وحتى في مذكرات الطائي يسرد كيف كانت حالته في المهجر وهو يعني بنوع من الكشف. طبعا هو لابد، ولذلك نقول بأن هذا كاتب يعني أو المترجم لذاته، هل هو نجح في ترجمته؟ يعني أنا في ترجمة الذات لا تهمني اللغة كثيرا، لا تهمني اللغة، ما يهمني بأنه استطاع أن يزيح الستار عن ذاته وأن يكون صادقا مع قلمه ومع الورقة التي وضعها أمامه ومع القارئ الذي سوف يقرأ هذا العمل. أنا أود يعقوب نفس يعقوب، كانت مداخلتك كانت جيدة بخصوص الكشف، قدرة الكاتب نفسه أيضا هناك قدرته على مواجهة المجتمع، مواجهة الرقيب الاجتماعي، مواجهة الرقيب الديني. إلى أي حد ربما يستطيع الآن الكاتب العربي أو الكاتب الآن في عصر البوح الآن، عصر الفيسبوك، عصر المدونات، عصر تويتر، هل ما زالت المحددات نفسها التي تمنع الكاتب من أن يسرد ذاته بطريقة ما؟ ربما هي أيضا يعني أستطيع القول أنه ربما أيضا ما زالت، نعم أنا من وجهة نظري وأتحدث هنا من وجهة نظري، ما زالت أيضا يعني تقف عائقا كثيرا، وكثير من ما ظهرت أيضا خلال السنوات الماضية. كنت أستمع من يومين لأحد البرامج، هي قصيدة وردت فيها لأحد الشاعرات في دولة خليجية بعض الأبيات اللي هي ربما أيضا شلت عليها حملة معينة، وما حصل معنا من في السنوات الماضية من على بعض الإصدارات لهو خير دليل. السيرة الذاتية التي تمتلك البوح الكامل تبقى لها أثرها الكبير، مثل ما حصل عند سيرة محمد شكري مثلا، محمد شكري في خبز أيضا يعني لماذا هي بقت لأنها فيها نعم بعض هذه الأعمال، يعني نستطيع أن تقول تجاوزت المجتمعات الخليجية بصفة عامة، المحافظة نقول المحافظة أكثر. نعم. ولكن يعقوب الكاتب لا يستطيع فقط بس أن يكتب نفسه عبر السيرة الذاتية، ولكن يسرد نفسه عبر حكاياته، عبر قصصه القصيرة. مؤكد أن في قصص يعقوب الخنبشي هناك تسلل لذواته عبر هذه القصص. لن يستطيع الكاتب أن يتنصل من أحد نصوصه،
وموجود فيها بطريقة ما. بطريقة ما، وإن كانت تختلف من شخص لآخر، ولو كانت بالنذر اليسير. فالكاتب هو في حد في الكتابة في حد ذاته هي عوامل نفسية تعبر كثيرا عن 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 عن, عن ذات الكاتب. لن تستطيع أن تجد نصا ما أو أن يتبرأ كاتب من نص معين ويقول هذا ليس لي علاقة، ربما هناك تختلف من درجة إلى معينة إلى درجة أخرى. وهذا وبدل أن تقول بصيغة الأنا، نعم، صيغة الشخصية الأخرى، هنا هنا تلبس نفسك شخصيات، نعم، الأخرى. نعم، هنا 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 يختلف الأسلوب لتواجه. يستخدم الكاتب بفعل المضارع، بفعل الأمر، بفعل الراوي، بفعل كان يا ما كان، بأسلوب مختلف فيه يعني. ولكن كنت في عرفناك على سنوات طويلة وسنوات إن شاء الله يعني جيدة في عمرك، كاتب قصة قصيرة، هل الرواية تبدو للعمانيين أنها تطور للقصة القصيرة؟ أنك أنت الآن كبرت على كتابة القصة القصيرة ستكتب رواية؟ لا، هي ليست، لأن المعظم هم الآن ليست المسألة بالنسبة لي هي مسألة كتابة قصة قصيرة، أو أنا كبرت، أو أنا أترفع أن أكتب. أنا أجد نفسي في كتابة الرواية ربما يعني منذ بداية عمل الثانية. فأنا بدأت بالرواية، السفر آخر ليل هو أول عمل منشور للسفر، ولكن عدت إليها الآن في عودة الثائر، عدت إليها في عودة الثائر. ربما أن أنا يعني أجد نفسي في الرواية أكثر مما أجد نفسي في القصة القصيرة، لأنني ربما أمتلك البوح الأكثر في الرواية. دكتور عزيزة، بالنسبة للقصة القصيرة ومشوار الكثير من الكتاب العمانيين تحولوا من كتابة القصة إلى كتابة الرواية، بحيث أنه لم يعد هناك المنجز القصصي الذي كان لدينا في فترة الثمانينات والتسعينات، وأصبح الآن نتحدث عن الرواية العمانية فقط. لا يوجد هناك الكثير من المجموعات القصصية في السلطنة كما هو كان الزخم السابق. لا أدري يعني، هل هذا لا حقيقي؟ أنا يعني أنا لست مع بأن القصة القصيرة معبر لكتابة الرواية أو لكتابة أي شكل آخر، أي جنس آخر. طبعا أي جنس آخر، لأن لكل جنس من هذه الأجناس فنياته، آلياته، امتلاك يعني أسس كتابية يعني هذا معينة، وكيف كذلك هي يعني كل هذه الأجناس يعني تتطور. يعني حتى في أثناء بنية القصة القصيرة في العصر الحديث البنية مختلفة، وهذا ليس فقط بالنسبة للكاتب العماني بأنه بدأ مثلا بقصة قصيرة ثم تحول إلى راويا أو مثلا كتب في الرواية ثم تحول إلى قاصا. هذه يعني لكن كيف نفسر هذا الزخم الكبير الآن من الروايات خاصة في مستوى الخليج أكثر وربما في عمان؟ في مستوى الخليج ربما يعني حالة انفجار روائي، حالة يعني هي ربما في يجد الكاتب نفسه أنه قادرا على أن يقول كل ما لديه في الرواية. نعم، يعني ربما هذا أرى أنه هذا الزمن هو أو زمن الأحداث وليس زمن الاختزال. لا، نعم، كما هي تتطلب القصة القصيرة. لكن لماذا إذن القصة القصيرة جدا إذا كنا نتحدث عن التوسع، عن الإبحار بطريقة أكثر راحة للكاتب، بينما نحن في القصة القصيرة نختزل الحكاية كلها في سطرين؟ هي ليست سطرين القصة، يعني هو مفهوم خاطئ بأن القصة القصيرة جدا هي فقط مثلا تتكون من، هي يعني ممكن أن تكون 10 أسطر. يعني القصة القصيرة جدا لها بنيتها، إذا استطاع الكاتب أن يحقق هذه البنية حتى يعني من تقريبا 4 أسطر إلى 10 أسطر، استطاع أن يحقق آليات البنية القصصية، فهو يعتبر أنه اللي هي التكثيف، نعم، اللغة، الحدث، واختزال الزمان، وما يعني والرمز والتناص والتكثيف والومض هذا السريع، يعني الدهشة التي يحدث. القصة القصيرة جدا يعني لها ميراثها من سرعة العصر، وهي كذلك هناك الأقصودة أو ما تسمى
يسمى بالقصيدة الومضة، ويكتب الشاعر العماني القصيدة الومضة. يعني لدينا بعض الشعراء يكتبون القصيدة الومضة، لماذا؟ لأن هو يريد أن يبث حدث، وهذا الحدث حدث محدد، وبه نوع من الرمز، وبه نوع من إعطاء رسالة. هذه هي القصة القصيرة جدا. هذه المحددات الأخيرة التي ذكرتها الدكتور عز طاي تضعنا أمام التساؤل آخر، تعدد مصادر المعرفة أمام الإنسان العصر الحديث، ألم يحفزه أكثر ليرى نفسه كاتبا؟ بمعنى آخر، تعدد الكتاب معنا، تكاثروا في مستوى الرواية، القصة القصيرة جدا صارت الحكاية أو صارت اليوميات رواية. هل هذا الكلام أنا يمس السرد العماني؟ يعني أنا أيضا يعني ربما أخالف وجهة النظر هذه، إنه لا يجب أن نحصر الكتابة في أشخاص معينين، أو إنه صحيح. الكتابة مجال مفتوح، يبقى ما يبقى من الشيء الجيد، ويختفي ما يختفي عبر الزمن، ما هو غير ملفت وما هو غير مقبول وغير جاد. الكتابة مثلها مثل الحياة أيضا، هي متاحة للجميع، تختلف من شخص لآخر. من يمتلك أدوات الكتابة يبقى كاتبا، ومن لا يمتلك في النهاية هي. لكن هناك مواجهة تسطيح كبير الآن نواجهه عبر تغريدة على تويتر تصبح قصة قصيرة. يعني هل هذا الشيء صحي لصالح الكتابة الإبداعية، أم أنها صار نوع من الاستسهال؟ دعنا نقيم المسألة من وجهة نظر أخرى. هل هناك تقييم حقيقي؟ أنا أضيف لكلام الأستاذ يعقوب بأننا نحن نفتقر إلى النقد أكثر مما نفتقد إلى يعني الأعمال. لنضع الكاتب يكتب، يعني مثل ما ذكر الفرز. هنا يأتي مرحلة تأتي مرحلة الفرز، تأتي مرحلة التقييم، تأتي مرحلة إخراج الغث من السمين. من السمين، ولكن لا نستطيع أن نطلق أحكام. أما القصة التويترية هذه يعني أصبح فعلا هناك، لأن هذا بحكم قنوات التواصل، وقنوات التواصل عموما هي يعني لا يعني بها كثير من الغث، وبها الكثير من السمين، وبها كثير من الآراء، وبها الكثير من الإرهاصات كذلك. علينا إذن أن نضع أن يكون هنا، أن نصنع نقاد ينجي يعني ينظرون إلى هذه الأعمال، يقيمون هذه الأعمال، ومن خلالها نستطيع أن يعني نطور القلم الكتابي، أو ندعم القلم الكتابي، ونعزز من حضور الكاتب يعني الكاتب في الساحة الثقافية والساحة الأدبية. وهذا ما هو مطالب به الآن المؤسسات الثقافية الموجودة في عمان، لو المعنية بهذا الشأن، هو الانتقال أيضا بشكل أكبر إلى مرحلة النقد والالتفات له. ونحن ربما أيضا انتبهنا في هذا الجانب في النادي الثقافي، يعني مشروع الأدب العماني في عيون عربية. نحاول أن نقترب كثيرا من خلال دراسات وفق أسس منهجية علمية بحثة في هذا الجانب، وتعاوننا مع المؤسسات. نعم، كذلك يعني في هناك تعاون مع بعض الجامعات في يعني أن يكون هناك هذا دراسة للروايات العمانية، ولدينا نقاد يعني نصنع كذلك، نعزز من بعض من حضور بعض النقاد العمانيين في أن يقرأوا لقراءات. لكن يعقوب، هذا الفرز أيضا يعني مثل تدخل أيضا الجراح، ما هو الألم المتوقع لهكذا تدخلات؟ لأن هناك من يعتقد نفسه أنه سارد بمعنى الاستمرارية سنوات طويلة. لا يمكن الآن أن نقول أنه ما كتبته لا يعد على الرواية، ولا يحسب على القصة القصيرة، ولا ويطاله الكثير من الأخطاء. هل السرد العماني قادر على مواجهة هذه الاحتمالات؟ بلا شك، إن كان هو كاتبا حقيقيا سيتقبل وجهات النظر، وبالتالي مطالبا يطور من أدواته. نعم، نحن نتكلم هي مرحلة النقد، يجب أن نقدم عليها بالشكل الذي ينبغي عليها أن يكون النقد. هي مسألة النقد هي ليست فيها مجاملة، وربما هي أيضا
تحاول أن تظهر ما هو دائما جيد. وبالتالي أنه على الكاتب العماني أيضا أنه لابد أيضا أن هناك من يصحح له ما 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 قد يقع فيه، وتستفيد منه الأجيال القادمة أيضا. وخاصة أننا في السنوات أو العقود الماضية لم يكن لدينا الفرز الحقيقي النقدي، ولذلك كان لدينا تراكم دون أن يجد ذلك الفرز. الآن نستطيع أن نقول أن نحن في مرحلة يفترض أن تخضع لمحدد آخر نقدي صارم لا يجامل، فقط يضع مفاتيحه السليمة، وأن لا يكون انطباعي لأن ما ضرنا الفترة الماضية النقد الانطباعي أو ما يسمى بالنقد الصحفي أحيانا. نعم. حتى هذا اختفى الآن، حتى النقد الصحفي اختفى. وهذا أيضا يعني ربما عرج على المشروع نفسه، أنه احنا اعتمدنا على كتابات من خارج عمان. الكتابات أيضا من ناس متخصصين كبار لهم وزنهم في مجال النقد على مستوى سواء من الجزائر، سواء من المغرب، سواء من مصر، من مختلف الدول العربية، مع كثير من الجامعات في تعاون أيضا. وهذا ما نحاول أنه نبينه في السنوات القادمة إن شاء الله. أعزائي المشاهدين، فاصل ونعود مع أسئلة. أعزائي المشاهدين، مرة أخرى نعود إلى أسئلة. أسئلتنا اليوم مع ضيفينا الدكتور عزيز الطائي والأستاذ يعقوب الخنبشي، وكان هو السؤال التالي الذي علي دكتور عزيز أن أطالبك أكثر أنت. هل مواجهة الطفرات الزمنية في المجتمعات تحتاج إلى زمن لقراءتها سرديا؟ بمعنى آخر، ما شاهدناه في السنوات الماضية يتشكل الآن سرديا. يعقوب مثلا كتب عودة الثائر وهي رواية تاريخية، الأستاذ محمد اليحيى كتب حوض الشهوات وهي رواية تاريخية. هل يلزمنا بعدا زمنيا لنكتب عن حدث ما، أما أننا لا نستطيع كتابته ونحن نعيشه في تلك الفترة كعمل روائي؟ عمل سردي حتى على المستوى يعني القصة القصيرة. هناك فرق طبعا بين الحدث في القصة القصيرة والحدث في الرواية. يعني وهذا على ما أعتقد معروف، والبناء يعني الفني ممكن مختلف، والبناء الفني طبعا كذلك فيه نوع من الاختلاف. طبعا الرواية تحتاج إلى نضج، نضج الحدث. نضج الكاتب، نضج الاثنين. نعم، هذا تحتاج هو. نعم تحتاج، يعني لابد أنه الكاتب له أو يعني له نظرة بعيدة، له نظرة عميقة، حتى القاص يعني هذا من ناحية بنية الكاتب لابد أن يكون لديه عمق. أما من ناحية الحدث الروائي، لأنه فيه امتداد زمني، الزمن فيه يطول أكثر نوعا ما، يتمدد، فيحتاج إلى طبعا يتمدد كما تفضلت، فيحتاج إلى نوع من قراءة الحدث، قراءة من بعيد، قراءة يعني فيها نوع من المونولوج كذلك أو الفيدباك، يعني نحاول أن نسترجع الماضي ونستقرأ الحاضر ونستشرف على الحدث الروائي. هذا هو ما يحدث، وبالذات يعني في العمل الروائي، حتى أن بعض النقاد الآن يقولون بأن إنه الاستذكار
هذه تقنية قديمة يستخدمها الروائي، ولكن المعاينة والاستشراف هي التي بها يعني بها التقنية الروائية الحديثة. بمعنى آخر أن هناك سرد ينظر إلى الماضي وسرد يستشرف المستقبل. يعني لا، أنا كيف أنظر للماضي؟ كيف تنظر للماضي؟ كيف أنظر؟ أنا أنظر للماضي، يعني عودة الثائر نظر إلى الماضي، ولكن كيف كانت نظرته أنا؟ يعني مثلا ربما كان قد يأتي ويقرأ العمل الروائي هذا، يقول يعقوب الخمدشي كيف نظر للماضي، كيف شكل هذا الماضي، هل فقط اعتمد على الـ على الـ على الاسترجاع والاستذكار هذا السرد التاريخي للحكاية، أم أنه كذلك امتد وعاين الواقع واستشرف على من خلال هذا الواقع، استشرف على المستقبل أم ماذا؟ يعني استشراف الزمني. نعم. أنا ربما أيضا يعني أقول أنها تختلف من كاتب لآخر هناك، يعني أيضا بالنسبة لي يعني لا تدهشني الدفقة الأولى في الحدث ذاته، فإنما أترك المجال للمتخيل أن تتخمر الفكرة، أن تتخمر الفكرة وتعيش لحظاتها، ثم تخرج إلى عالم الكتابة. ربما هناك من يدهشه الدفقة الأولى للحدث، وبالتالي يستطيع أن تأثير سريع، نعم، أن يستطيع أن يطور من الحدث ويخرج في قالب سواء رواية أو قصصي. في رواية لإبراهيم الكوني كتب عن سقوط القذافي، لكن بعد أشهر ربما من الحدث، فكانت الرواية محط انتقاد كبير من النقاد أن الحدث لم ينطق بعد، أن الرؤية كانت سريعة. كذلك في الثورة المصرية العديد من الروايات التي خرجت، لكن بالنسبة للسرد العماني لنقل أن في فترة نجيب محفوظ أو فترة اللي هي ثورة أو تجلي القصة الرواية العربية الكلاسيكية، حسان عبد القدوس ونجيب محفوظ وحنا مينا في كتاباتها عن البحر، إبراهيم الكوني مؤخرا عن الصحراء، ترى على ماذا استند الكاتب العماني أكثر في علاقته مع المكان، علاقته مع الزمان؟ إبراهيم الكوني ربما هو استطاع أيضا يعني أنه يخرج إلى الصحراء، يعني بدأ في كتابته مخالفا للرؤية النقدية التي يقول أن الرواية بنت المدينة، كانت سائدة في السبعينات، شيء مدني، نعم، حسب رؤية جورج أحد الكتاب المعروفين في هذه النظرية، الذي يرى أن الرواية هي ابنة المدينة، وبالتالي أنه هو استطاع أنه يخرج إلى العوالم الأخرى، أو أنه يبعد في هذا الجانب من وجهة نظر على أن لا يمكن أنه نحصر الكاتب في مجال معين أو في مدينة معينة، في محل مدينته أو في مدينته أو في صحراء. الكاتب العماني من هذا الاتجاه أيضا هو أيضا خرج إلى 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 أماكن الأخرى، وكتب رواياته المتعددة وقصصه من خارج واقع المدينة. نعم. الأمثلة على ذلك كثيرة، نعم، منها حوض الشهوات، ومنها أيضا رواية عبد العزيز، وإلى آخر أيضا، وربما غادر نتكلم عن رواياتك أيضا، المجموعات القصصية المجموعات أكثر قاربت المكان، قاربت المكان، النذير، يونس الأخزمي، نعم، يوم في صحيح. مطرح يونس، نعم، محمد البلوشي في مجموعة مريم. القصة القصيرة العمانية قاربت الواقع وقاربت حيثيات بنية المكان العماني. نعم. كثيرا، يعني أغلب القاصين لو استقرأنا القصص العمانية القصيرة، أغلب القاصين ركزوا على المكان العماني، على الشخصية العمانية الواقعية، على الموروث العماني، وكذلك على
يعني الواقع العماني حتى في العصر الحديث. نعم. على البيت العماني. نعم. وعلى الشارع العماني، على القرية العمانية. نعم. على المدينة العمانية وعلى البحر، وعلى البحر طبعا اللي هي المدينة والقرية طبعا، لأنها القرية العمانية ممكن أنها تكون قرية بحرية، ممكن تكون قرية جبلية، ممكن فهذا نجده كثيرا في أكثر من الرواية، يعني هذه الثيمات وهذه الموضوعات في القصة تتواجد أكثر، في القصة القصيرة تحضر أكثر من الرواية، يعني القصة العمانية القصيرة متشربة جدا بهذه الروح. حتى مثلا المجموعة القصصية ليعقوب تجد أنها تتمحور في ما بين المدينة وما بين القرية. نعم. نفس الشيء. إذن الكاتب القاص العماني. نعم. الصورة دكتورة. بالنسبة ليعقوب كانت هناك الأطروحة أن السرد باللغة العربية الفصحى والحوار بالعامية، يعني فما رأيك في هذه المداخلة؟ البعض يقول أن على الشخصيات أن تتحدث لغتها، وهناك من يقول لا، أن عليها على الكاتب أن يقدمها كما هي لغته. هو 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 ليس عيبا في كلا الحالات أن تكون الرواية باللغة العربية الفصحى، كما أنه أيضا ليس أن تنقل أيضا اللغة الدارجة، وهذا كثير ما وصلنا من أدبيات في عدة، مثلا معظم الروايات في العراق كتبت باللهجة العراقية، الروايات المصرية كتبت باللهجة المصرية، محمد شكري في أعماله أيضا كتب اللغة الدارجة. أنا ربما أرى أنه ربما يجوز اللهجة العمانية الآن، أنا أريدك تقولين. نعم. عن اللهجة العمانية فقط، هل هي قادرة أنها تصل إلى الآخر؟ علينا أن لا نصنفها هكذا. نحن مطالبين أيضا أن ننقل اللهجة العمانية، باعتبار أيضا أن اللهجة العمانية هي قريبة إلى اللغة العربية في مفرداتها، معظم المفردات العمانية التي نتكلم بها هي قريبة إلى الفصحى. أن لا نضع لها أيضا محدد يمنع من هذا، وهذا أنا ما أقدمت عليه أيضا. ربما هناك بعض المصطلحات التي تحتاج أحيانا إلى ما تصل إلى القارئ العربي مثلا، تحتاج إلى توضيحات. نعم. لتقرب، وعلى في المقابل أيضا على القارئ أن يتعب من أجل المعرفة. نعم. لا يجب أن يأخذ المعلومة أيضا مجانية، عليها أن يتعب. صحيح. ما معنى الكلمة هذه؟ عليها أن يبحث. فالكاتب أيضا مهمته أنه ينقل تراثه وينقل واقعه سواء باللهجة المحلية، لكن مع التبسيط، مع احترام شوية، يعني أيضا روح المفارقة بين عدم التقعر في استخدام يعني اللغة اللهجة المحلية بأكثر من مما يعني يفهمه الآخر، سواء الآخر في عمان أو الآخر في الوطن حسب العربي. حسب أنا ربما أرى أنه حسب موقع الكلمة أيضا، حسب موقع السياق اللغوي، حسب النص، مدى أيضا اقترابه من الواقع ومدى نزوله إذا إلى المستوى الذي يدور فيه. أنا لا أرى أنه في مانع، يعني أسئلتنا كثيرة، وبواطن السرد العماني وتفرعاته أكثر. أعزائي المشاهدين، نشكر ضيفينا دكتورة عزيزة الطائي والأستاذ يعقوب الخنبشي على هذه الإطلالة الجميلة في السرد العماني. ربما هناك الكثير من الأسئلة المعلقة، ولكن الأجوبة دائما تكون شمعة أخرى في قناديل كل مساء وكل صباح في السرد العماني. شكرا لكم.